الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، الحمد لله تبارك وتعالى، كنا قد أخذنا شوطا في فصل المانع وذكرنا أقسام المانع، وأنه مانع مجرد عن السند ومانع مع السند، وذكرنا أقسام السند، ثم وقفنا عند جواب المعلل على المنع. جواب المعلل على المنع: ويجب على المعلل عن المنع ويجيب المعلل عن المنع بأحد جوابين: الأول أن يقيم دليلا ينتج نفس الدعوى التي منعها السائل، أو ينتج دعوى أخرى تساويها، أو ينتج دعوى أخرى أخص منها مطلقا، لأن إثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم. وهذه المعلومات ليست جديدة عليكم. الحاصل عندي المنع يتوجه إلى إحدى مقدمات الدليل. طب المقدمة التي لم أقم عليها دليلا، هذه المقدمة منعها السائل، فحينئذ في الجواب عن هذا المنع أقيم دليلا على هذه المقدمة التي منعها السائل، أقيم دليلا يثبتها، أو دليلا يثبت قضية مساوية لها، ضرورة أن إثبات أحد المتساويين إثبات للآخر، أو آتي بدليل يثبت الأخص من الدعوة، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. وأنا أضرب أمثلة تبين المراد. إذا قلت العالم حادث، هذه دعوة، ثم أقمت الدليل عليها فقلت العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، فقال السائل أمنع أن العالم متغير، أمنع أن العالم متغير، فجوابي أنا عن هذا المنع أن أقول أن آتي بدليل يثبت أن العالم متغير، هذه المقدمة التي منعها والدعوة التي منعها، أقيم دليلا يثبتها، أو أقيم دليلا يثبت المساوية لها، أو أقيم دليلا يثبت الأخص منها، لأنني إذا أثبت نفس القضية فقد اندفع المنع، وإذا أثبت المساوي لها، إثبات المساوي يلزم منه إثبات ما يساويه، وإذا أثبت الأخص يلزم منه إثبات الأعم. فإذا قلت في الجواب مثلا العالم لا يخلو عن الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير، إذن العالم متغير، هو منع قال أمنع أن العالم متغير، فأتيت أنا بدليل يثبت أن العالم متغير، العالم لا يخلو عن الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير، إذن العالم متغير. كده واضح؟ هذا الشبح إنسان، هذا الشبح إنسان دعوة، لأن هذا الشبح ناطق، وكل ناطق هو إنسان، إذن هذا الشبح إنسان. كده واضح؟ طيب لو قلت لك في المنع قال لك السائل أمنع أن هذا الشبح ناطق، أمنع أن هذا الشبح ناطق، فأقول هو ضاحك وكل ضاحك إنسان، إذن هذا الشبح إنسان. الضاحك مساوية، حتى ممكن يكون مثلا في بعض الخلل، لكن الضاحك مساوية
الضاحك مساوية للناطق، الضاحك مساوية للناطق. فإذا قلت مثلا هو يبتسم حال الفرح ويصدر صوتا، وكل ما يبتسم ويظهر صوتا حال الفرح فهو ضاحك، إذن هو ضاحك. فإذا أثبت هو ضاحك، ضاحك هذه مساوية للناطق، فبهذا أيضا يندفع المنع. طب إذا قال السائل أمنع أنه إنسان، فأستدل أنا بدليل يثبت أنه رجل، الرجل أخص من الإنسان، فإذا ثبت كونه رجلا ثبت كونه إنسانا. إذا كده أتينا بثلاثة أمثلة لثلاث الحالات، أن أثبت أنه ناطق يبقى نفس الدعوة، أن أثبت أنه ضاحك والضاحك مساوية للناطق يبقى أثبت المساوي للدعوة، أن أثبت أنه رجل وهو أخص من الدعوة ويلزم من ثبوت الأخص الذي هو الرجل ثبوت الأعم الذي هو الإنسان. كده واضح؟ لأن إثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ولا يجوز أن يكون الدليل منتجا لدعوى أعم من الدعوى الممنوعة مطلقا أو من وجه، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. وهذا واضح من الأقسام التي ذكرناها قبلا. انظر يا مولانا، هذا الشبح إنسان، هذه دعوة لأنه ناطق وكل ناطق إنسان، إذن هذا الشبح إنسان، تمام؟ فقلت لك أتيت بدليل يثبت، السائل قال لك أمنع كونه ناطقا، أمنع كونه ناطقا، فجئت أنت تستدل على إثبات هذه القضية وتدفع المنع عن هذه القضية، فأتيت بدليل يثبت أنه حيوان، الحيوان أعم من الناطق والصاهر والناهق. طيب يبقى حتى لو ثبت أنه حيوان ليس بالضرورة أن يثبت كونه إنسانا، فهذا الجواب لا يصلح في دفع المنع. كده واضح؟ طيب لو أتيت بدليل يثبت كونه أبيض، الأبيض بينه وبين الناطق عموم وخصوص وجهي، فالأبيض يشمل الناطق وغير الناطق، والناطق يشمل الأبيض وغير الأبيض، فأقول لك لا يلزم، هب أنه أبيض، لو أتيت بدليل يثبت أنه أبيض، قد يكون أبيض ولا يكون ناطقا، قد يكون أبيض ولا يكون ناطقا، هذا مفهوم؟ طبعا ولا شك أنك لو أتيت بالمبين هذا يضرك ولا ينفعك، لو أتيت بدليل يثبت المباين فهذا يضرك ولا ينفعك، تمام؟ هذه هي الأقسام الخمسة. قال الشيخ رحمه الله هذه الأقسام الخمسة ثلاثة منها تنفع واثنان لا ينفعان، طبعا والمباين لا ينفع من باب أولى، وهذا الجواب يصلح للرد على المنع المجرد والمصحوب بالسند جميعا، وهذا الجواب، هذا الجواب يصلح للرد على المنع المجرد. لو قال لك أمنع كذا، أمنع المقدمة الأولى، أمنع الصغرى، ولم يذكر سندا، هذا الجواب ينفع. ولو قال لك أمنع المقدمة الصغرى لما لا يجوز أن يكون كذا، اللي هو السند اللمي، أو كيف وهو كذا، السند القطعي، إنما محل كذا لو كان كذا لكنه ليس بكذا، اللي هو الجواب السند الحلي، سواء كان المنع مجردا أو كان المنع مع السند، فهذا الجواب وهو الإتيان بدليل يثبت الدعوة أو مساوية الدعوة أو الأخص من الدعوة، هذا الجواب يصلح في رد المنع بصورتيه، المنع المجرد والمنع مع السند. طيب الثاني، أن يبطل السند الذي جاء به السائل مع منعه. انظر يا مولانا، تذكرون أننا كنا نقول أن المانع إذا جاء بالسند فهو يعتقد أن هذا السند يثبت ما يستلزم الدعوة، صح كده؟ لا، المانع عندما يأتي بالسند
هو يعتقد أن هذا المانع يثبت نقيض الدعوة، معذرة، يثبت نقيض الدعوة أو يثبت مستلزم نقيض الدعوة. يعني بعبارة مختصرة أن هذا السند يثبت المساوي للدعوة، المساوي للدعوة. هو إما أن يثبت الدعوة، يثبت نقيض الدعوة، يثبت نقيض الدعوة أو يثبت مستلزم نقيض الدعوة. يبقى المانع يعتقد أن سنده مساو لنقيض الدعوة، وقلنا هذا الاعتقاد قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق. وهذا الذي يأتي به المانع ويعتقد أنه مساو لنقيض الدعوة قد يكون مساويا لنقيض الدعوة في الواقع، وقد يكون ليس مساويا لنقيض الدعوة في الواقع، قد يكون أعم مطلقا أو أعم من وجه أو يكون مماينا كده، واضح؟ يبقى لا يأتي المانع بالسند إلا وهو يعتقد أن هذا السند مساو لنقيض الدعوة، سواء كانت هذا متحقق في الواقع أو ليس متحققا في الواقع. طيب، أن يبطل السند الذي جاء به السائل مع منعه. أنت جئت بسند فأبطلت لك أنا هذا السند، وهذا الجواب خاص بالمنع المقترن بالسند، ومتى أبطل السند فقد أبطل نفس المنع. تمام؟ ومتى أبطل السند فقد أبطل نفس الإيه؟ المنع. وتصور هو يعتقد أنه يأتي الدعوة التي يدعيها، الدعوة التي يدعيها السائل، تمام؟ الدعوة التي يدعيها السائل يعني هو نقيض الدعوة، نقيض الإيه؟ كأنه يدعي نقيض الدعوة، كأنه يدعي نقيض الدعوة، فهو يأتي بمانع مساو لنقيض الإيه؟ الدعوة، تمام؟ ومتى أبطل السند فقد أبطل نفس المنع. فقد أبطل عندما يقول لك لا أسلم أنه ناطق، يعني ماذا تريد؟ أريد أنه غير ناطق، فيأتي في السند بما يساوي غير ناطق، تمام؟ كده واضح؟ يبقى السند في نظر المانع مساو للمنع، السند في نظر المانع مساو للمنع. فإذا أبطلت أنا السند فقد أبطلت المنع، لأن السند في نظر المانع مساو للمنع. اتضح؟ لا أسلم أنه غير ناطق. كيف وهو ضاحك؟ كيف وهو ضاحك؟ هو يعتقد أن ضاحك مساوية لناطق، تمام؟ هو يعتقد لأنا لا أسلم أنه غير ناطق، يعني كأنك تدعي أنه أو تريد أنه ناطق، فتقول في المنع كيف وهو ضاحك. الضاحك عندك مساوية للناطق، فإذا أبطلت أنا كونه ضاحكا فقد أبطلت كونه ناطقا. كده واضح؟ وبهذا يندفع المنع. ومتى أبطل السند فقد أبطل نفس المنع، لأنه أي المنع مساو للسند في نظر المانع دائما، وإن كان في الحقيقة قد يكون مساويا وقد يكون غير مساو. أنا أسألك الآن سؤال وأنت تجيب، متى يكون السند مساويا للمنع وفي الواقع، ومتى يكون السند مساويا للمنع في نظر المانع فقط لكنه في الواقع ليس كذلك؟ يلا، هكذا هذه إجابة، هذه إجابة. متى يكون المنع مساويا للسند في الواقع وفي نظر المانع، ومتى يكون المنع ليس مساويا للمنع في الواقع بل في نظر المانع فقط؟ هذه هي الإجابة، الثلاثة والاثنين.
السلاسة والإيه؟ والإثنين. إذا جاء المانع في السند بنفس الدعوة، تمام؟ بنفس الدعوة الممنوعة، بعين الدعوة الممنوعة، أو أتى بالمساوي للدعوة الممنوعة، معذرة، أو إحنا نقول إيه؟ المانع، المانع عندما يأتي في السند، عندما يأتي في السند بعين نقيض الدعوة، عندما يأتي المانع في السند بعين نقيض الدعوة أو بالمساوي لنقيض الدعوة أو بالأخص من نقيض الدعوة، فهذا المن هذا السند يكون مساويا للمنع في الواقع وفي نظر المانع. طيب، وإن أتى بالسند أعم من نقيض الدعوة من وجه أو مطلقا، أعم مطلقا أو أعم من وجه أو أتى بالمباين، تمام، يبقى في هذه الحالة المنع ليس أو السند ليس مساويا للمنع في نفس الأمر، في نفس الأمر. كده واضح؟ يبقى يقول: وإن كان في الحقيقة قد يكون مساويا إذا كان السند مشتملا على نقيض الدعوة أو المساوي لنقيض الدعوة أو الأخص من نقيض الدعوة، وقد يكون غير مساو إذا كان السند مشتملا على الأعم مطلقا من نقيض الدعوة أو الأعم من وجه من نقيض الدعوة أو المباين لنقيض الدعوة. وهذه تعتبر مراجعة على أنواع السند على ما عرفت في أقسام السند بالنسبة لنقيض الدعوة. ومتى بطل السند فقد بطل المنع، ضرورة أن إبطال أحد المتساويين هو إبطال للآخر، إبطال أحد المتساويين إبطال للآخر. وقد مثلت لك بمثال: إذا استطعت أنا كمعلل أن أبطل كونه ضاحكا فقد بطل كونه ناطقا، لأن الضاحكة مساوية للناطق، فإذا بطل أحد المتساويين فقد بطل الآخر. ومتى بطل المنع فقد ثبت نقيضه، تمام؟ أنت تقول إيه؟ أمنع أنه غير ناطق، فقلت لك كيف وهو المانع يقول أمنع أنه غير ناطق كيف وهو ضاحك. أنا عندما أبطلت كونه ضاحكا ثبت أنه غير ضاحك، وإذا ثبت أنه غير ضاحك ثبت أنه غير ناطق، يبقى عندما اندفع المنع ثبت نقيده. أمنع أنه غير ناطق، لا، ثبت أنه غير ناطق، تمام؟ فقد ثبت نقيده وهو دعوى المعلل الأصلية، ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذا ثبت أنه غير ناطق، إذا ثبت أنه غير ضاحك فقد ثبت أنه غير ناطق، وبهذا اندفع المنع وثبت المدعى الأول، هذا الشبح غير ناطق، هذا الشبح غير ناطق، ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. بمعنى أنه إذا ثبت له أنه غير ناطق لم يثبت له أنه إذا ثبت له أنه غير ناطق لم يثبت له أنه ناطق، لأن النقيضان الناطق وغير الناطق لا يجتمعان. ويبقى احنا كده رتبنا الذي حصل. هو قال كيف وهو ضاحك، أثبتنا بالدليل أنه غير ضاحك، وإذا ثبت أنه غير ضاحك ثبت أنه غير ناطق، وإذا ثبت أنه غير ناطق
امتنع أن يثبت له أنه ناطق ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. أمور لا ينفع المعلل الاشتغال بها في دفع المنع، يعني هذه طرق لو أنت لجأت إليها كمعلل لا يندفع بها المنع، بل لو لم تقدر إلا على هذه الوظائف فإنك تعد منقطعا، وحينئذ يحكم بإفحام المعلل. هذه الطرق طرق لا ينفعك الاشتغال بها ولا تدفع المنع، ولا تدفع المنع. وإذ قد عرفته، إحنا بحاجة إلى إيه؟ إلى أن نحدد ما هي الوظيفة الناجحة في دفع المنع. أن تأتي بدليل يثبت الدعوة أو المساوي لها أو الأخص منها، واضح؟ أو أن تأتي بدليل يبطل سند المنع، أو أن تأتي بدليل يبطل سند المنع. يعني تفصيلا هذه هي الأربعة، بس الثلاثة منها تختص بإيه؟ ثلاثة منها تنفع في المنع المجرد والمنع المجرد عن السند، والأخير منها يختص بالمنع المجرد أو المنع المقترن بالسند. طيب، هذه أربع وظائف ناجحة في دفع المنع، لكن هناك وظائف لا تنفع في دفع المنع. قال: وإذ قد عرفت أن المعلل يجب عليه بعد ورود المنع على دعواه أن يشتغل بإقامة الدليل التي ينتجها، الذي ينتج الدعوة، أو أن ينتجه مساويها، أو أن ينتجه الأخص منها. وقلنا أن هذه الثلاثة تدفع المنع المجرد وتدفع المنع المقترن بالسند، أو يشتغل بإبطال السند، وهذا يختص بالمنع المقترن بالسند. فاعلم أنه لا ينفعه أن يمنع صحة ورود المنع، أن يمنع صحة ورود المنع. وصورة ذلك أن يقول لك السائل: أمنع أنه غير ناطق، أمنع أنه غير ناطق، فتقول: هذا المنع لا يرد عليه، أو أمنع ورود هذا المنع عليه، أو أنا أمنع منعك أنه غير ناطق، أمنع منعك أنه غير ناطق، هذا المنع لا يرد عليه، هو يرد عليك. هذه دعوة لم يقم عليها دليل، وكل دعوة لم يقم عليها دليل يصح ورود المنع عليها. فلو قلت هذا المنع لا يرد عليه، هذا لا ينفعك، لأن الدعوة إحدى مقدمات الدليل، مقدمة ودعوة لم يقم دليل عليها، وكل مقدمة لم يقم دليل عليها، لم تقم دليلا عليها يصح ورود المنع عليها، واضح؟ ثانيا، المنع ليس من وظيفتك، أنت معلل ولست مانعا، فلا يصح لك أن تقول أمنع منعك، أمنع إيه؟ منعك. المنع ليس من وظيفتك، المنع ليس، المنع من وظيفة السائل وليس من وظيفة المعلل، فلا يصح لك أن تقول أمنع المنع. وحينئذ لو قلت أمنع المنع، فللسائل أن يقول: وأنا أمنع منع المنع، تمام؟ وينتقل الكلام إليك مرة ثانية وتقول: وأنا أمنع منع منع المنع، ماشي؟ ونستمر على هذا إلى الغد، ماشي؟ يبقى أنا أستطيع أن نقول إيه؟ لا ينفعه أن يمنع صحة ورود المنع. لماذا؟ قلنا: لأن المقدمة لم يقم عليها دليل، وكل مقدمة لم يقم عليها دليل يصح منعها، فلا ينفعك أن تقول أنا أمنع صحة ورود المنع عليه. ثانيا، أن المنع ليس من وظيفة المعلل، إنما هو من وظيفة المانع. ثالثا، لو صح ورود المنع على المنع لأدى ذلك إلى التسلسل، لأدى ذلك إلى التسلسل، أنت تمنع وأنا أمنع المنع، وأنت تمنع منع المنع، وأنا أمنع منع المنع، منع المنع، ويستمر، تمام؟ ولا أن يمنع السند القطعي، ولا أن يمنع السند القطعي. تذكرون قبل ذلك أننا ذكرنا أن السند على ثلاثة أنواع، تمام؟
لمي وقطعي وحلي. فلو قلت لك هذه الزاوية قائمة دعوة لأنها تساوي 90، وكل زاوية تساوي 90 فهي قائمة، إذن هذه الزاوية قائمة، تمام؟ هذه الزاوية تساوي 90 مقدمة دعوة، تمام؟ إحدى مقدمات الدليل. فلو قلت أنت أمنع أنها تساوي 90 كيف وهي حادة، كيف وهي حادة، فلا يجوز لي أن أقول أمنع كونها حادة، أمنع كونها حادة. ليس أمامك إلا أن تقول قمنا بقياسها فوجدناها تساوي 70، إذن فهي حادة. يعني أجيب على المنع بالدليل، أجيب على المنع بالإيه؟ بالدليل. لا معذرة، هو يقول إيه؟ هو يقول إيه؟ كيف وهي حادة؟ كيف وهي حادة؟ فنقول قسناها فوجدناها تساوي 90، وكل زاوية تساوي 90 فليست بحادة، إذن هذه الزاوية ليست بحادة. كده أجبت على أبطلت المنع، أبطلت الإيه؟ المنع، أبطلت سند المنع، أبطلت سند المنع. ولا أن يمنع السند القطعي، صورته أن يقول كيف وهي حادة فتقول له أنت في المنع أمنع أنها حادة. لما قلناه أيضا من أن المنع ليس من وظيفة المعلل، وهذا أيضا أتصور أنه يؤدي للتسلسل، بأن أقول إيه أمنع منع كونها هو يقول إيه كيف وهي حادة، فأقول أنا أمنع كونها حادة، فيقول هو أمنع منع كونها حادة، ويتسلسل. ولا أن يمنع السند القطعي، ولا أن يمنع صلاحية السند للاستناد إليه. كان يقول هذا السند غير صالح، ولا أن يمنع، أمنع صلاحية السند للاستناد إليه. المنع مجرد دعوة، المنع مجرد، وهو ليس من وظيفة المعلل، مجرد دعوة وليس من مجرد وليس من وظيفة المعلل. إذا كنت ترى أن السند لا يصلح فلا تقول أمنع صلاحيته، ولكن بين لنا، يعني أذكر الدليل على عدم صلاحيته. الذي ينفعك هو ذكر الدليل على عدم صلاحيته، لا مجرد دعوة أنه لا يصلح. المنع مجرد إيه؟ مجرد دعوة. أمنع أن هذا السند يصلح للاستناد إليه، مجرد دعوة. إذا كنت ترى أنه لا يصلح فاذكر الدليل على عدم الصلاحية، حينئذ تفسد السند، وإذا أبطلت السند أبطلت المنع. لكن أن تقول أمنع صلاحيته أم مجرد دعوة لا تقبل من المعلل. كما لا ينفعه الاشتغال بالاعتراض على عبارة المانع من حيث مخالفتها لقوانين العربية. كأن أقول له يوجد في المنع والسند، أنت ذكرت المنع والسند، وفي ذكرك المنع والسند خلل لغوي، نصبت الحال، نصبت الإيه؟ الفاعل، نصبت الإيه؟ الفاعل، أو هذه الكلمة مضبوطة الأول، مضمومة الأول، وأنت فتحتها، فهذا الاعتراض لا يمس، أو هذا الجواب لا يمس صلب المنع وصلب السند. فالاشتغال بأن السند فيه خلل لغوي أو خلل نحوي هذا لا ينفعك الاشتغال به. فإن فعل شيئا من ذلك ولم يثبت دعواه، أي دعوة؟ الدعوة الأصلية، لأن الكلام المعلل هو صاحب الدعوة الأصلية. فإن فعل شيئا من ذلك ولم يثبت دعواه، تمام؟ ولم يثبت دعواه بدفع المنع، لابد أن تقدر هكذا،
ولم يثبت دعواه التي هي الدعوة الأصلية بدفع المنع بأحد الجوابين اللذين ذكرناهما، الذين الجواب الأول هو أن تأتي بدليل يثبت نفس الدعوة أو المساوي لها أو الأخص منها، أو أن تأتي بدليل يبطل السند، تمام؟ ولم يثبت دعواه الأصلية بدفع المنع بأحد الجوابين المذكورين فقد أفحم. والإفحام هو عجز المستدل اللي هو المعلل، عجز المعلل عن دفع الاعتراض، عجز المعلل عن دفع الاعتراض، وهو هنا المنع، عجز عن دفع المنع. والعجز عن دفع الاعتراض يسمى إفحاما. يبقى عجز المعلل عن دفع المنع أو دفع الاعتراض على وجه عام يسمى إيه؟ يسمى إفحاما. وحينئذ تنتهي المناظرة بإفحام الإيه؟ المعلل، ويجب أن ينتقل الكلام إلى بحث آخر وقضية أخرى أو دليل آخر، تمام؟ ينتقل الكلام إلى دليل آخر أو إلى قضية أخرى. طيب، الغصب، واعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله على بطلانه غصب، واعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله على بطلانه غصب. وصورة ذلك أن أقول العالم حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، تمام؟ أنا لم أستدل على أن العالم متغير، لم أستدل على أن العالم متغير، أنا استدللت على أن العالم حادث، لكن المقدمة الصغرى العالم متغير أنا لم أستدل عليها. أنا ذكرت الدليل، وهذه وظيفتك كمعلل، فأنت كسائل قلت أمنع أن العالم متغير، ودليل أنه غير متغير كذا وكذا وكذا وكذا، أنت صرت إيه؟ مستدلاً، وغصبت منصب المعلل. المفترض أنك تمنع، والمنع هو طلب الدليل، المنع هو طلب الدليل على المقدمة الممنوعة. فكأنك عندما تقول أمنع أن العالم متغير، كأنك تقول اثبت أن العالم متغير، أذكر الدليل على أن العالم متغير، فأنا أذكره، فأنت لم تدعني أذكر الدليل، بل ذكرت أنت الدليل على نقيضه، ذكرت أنت الدليل على نقيضه وأنه غير متغير، يبقى منعتني حقي، تمام؟ وأخذت ما ليس من حقي، منعتني حقي في ذكر الدليل على المقدمة الممنوعة، وفعلت ما ليس من حقك وهو ذكر الدليل على نقيض المقدمة الممنوعة. متصور؟ في إشكال هذا؟ يبقى وبيان هذا أنك قد علمت أن المدعى الذي لم يقم عليه المعلل دليلا، وكذا مقدمة الدليل التي لم يقم عليها دليلا، يجوز للسائل أن يمنعها، بمعنى أن يطلب الدليل على صحتها. لو قلت أنا العالم حادث ولم أذكر عليه دليلا، يجوز لك أن تقول أمنع أن العالم حادث. ولو قلت العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث، ولم أقم دليل على المقدمة الصغرى مثلا، فيمكن لك أن تقول أمنع أن العالم متغير، ويمكن أن تمنع الكبرى، أو أمنع أن كل متغير حادث. إذا لم أقم دليل على المقدمة يجوز لك أن تمنعها. يبقى المقدمة الأصلية أو الدعوة الأصلية التي لم يقم عليها دليل من قبل المعلل، لك أيها السائل أن تمنعها. كذلك المقدمة التي لم يقم المعلل عليها دليلاً
لك أيها السائل أن تمنعها. طيب، وما معنى المنع؟ طلب الدليل على تلك الدعوة التي لم يقم المعلل عليها دليلا، طلب الدليل. طيب، فإذا عمد السائل إلى دعوة غير مستدل عليها، لهي الدعوة الأصلية التي لم يستدل عليها، أو عمد إلى مقدمة دليل كالصغرى أو الكبرى التي لم يقم المعلل دليلا عليها، فأقام دليلا على بطلان إحداهما، الدعوة الأصلية التي لم يستدل عليها أو مقدمة الدليل التي لم يستدل عليها، كان غاصبا. كان غاصبا. لماذا هو غاصب؟ منعني إقامة الدليل على الدعوة الممنوعة، فمنعني ما هو من حقي، وفعل ما ليس من حقه، استدل على نقيض الدعوة الممنوعة، وليس هذا من وظيفته. يبقى منعني وظيفتي واشتغل هو بوظيفة ليس من حقه، فكان إيه؟ غاصبا لمنصب المستدل، غاصبا ل... قال: والغصب غير مقبول عند أهل هذا الفن. والغصب غير مقبول عند أهل هذا الفن. فالغصب هو استدلال المعلل على بطلان تصديق نظري لم يقم عليه صاحبه دليلا، استدلال المعلل على بطلان تصديق نظري لم يقم عليه صاحبه دليلا، سواء كان هذا التصديق النظري هو الدعوة الأصلية أو مقدمة الدليل. يبقى صورتين: أو استدلال المعلل هي استدلال السائل، صح ولا لا؟ هو هي استدلال السائل، هذا يصحح استدلال من؟ السائل، وهو قال في الفقرة التي قبلها: فإذا عمد السائل، تمام، فأقام دليلا على بطلان إحداهما. انظر الفقرة التي قبلها ستعلم أن هذه العبارة فيها إيه؟ فيها خطأ، تمام. استدلال السائل، استدلال السائل على بطلان تصديق نظري لم يقم عليه صاحبه دليلا، كده واضح؟ على بطلان التصديق النظري، تصدق على ماذا؟ على الدعوة الأصلية، وتصدق على مقدمة الدليل. لم يقم عليه صاحبه دليلا، أو استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم عليه صاحبه تنبيها، أو استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم عليه صاحبه تنبيها. طيب، أحاول أن أقتنص للصورة الأخيرة مثالا. لو قلنا، كنا مثلنا بمسألة سقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة، وقلنا أن هذا تصديق بديهي خفي من قبيل المتواتر، أنا قلت إيه؟ الدعوة عندي: فقد سقط الإمام من على المنبر يوم الجمعة، هذه هي الدعوة، ولم أنبه على أن هذا ثابت بطريق التواتر،
لم أقل ألا ترى أنه قد أخبرنا بهذا جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تمام؟ طيب. أنا لم أذكر التنبيه، قلت ودليلي على ذلك أن الإمام قد سقط، أو قلت وقد سقط الإمام من على المنبر يوم الجمعة. فتقول أنت أمنع أن الإمام سقط من على المنبر يوم الجمعة، أمنع ذلك. لماذا؟ تقول لأنه خبر من لا يوثق بعدالته، وكل خبر لا يوثق بعدالة ناقله فلا يثبت. إذن هذا الخبر لا يثبت. كده واضح؟ بس أنا هذا هو الغصب بعيني، هذا هو الغصب بإيه؟ بعيني. لماذا؟ قلت أمنع أن الإمام لم يسقط من على المنبر يوم الجمعة، أمنع أن الإمام سقط من على المنبر يوم الجمعة، الإمام لم يسقط على المنبر يوم الجمعة، وذكرت الدليل على عدم السقوط، قلت لأن سقوطه خبر من لا يوثق بعدالته، وكل خبر هذا شأنه فلا يقبل، إذن دعوى سقوط الإمام يوم الجمعة من على المنبر لا تقبل. أنت ذكرت دليل على نقيض الدعوة، الدعوة أن الإمام سقط، وأنت أقمت دليل على نقيض الدعوة أن الإمام لم يسقط. تمام؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى غصبا. تمام؟ وبالمناسبة أنتم تعلمون أن الخبر التواتري لا يشترط فيه عدالة النقل، الخبر التواتري لا يشترط فيه عدالة النقل. طيب احنا كده تصورناها، يبقى إذن الغصب يرد على ماذا؟ يرد على التصديق النظري وعلى التصديق البديهي الخفي. التصديق النظري إذا لم يقم عليه دليل، والتصديق البديهي الخفي إذا لم يذكر معه تنبيه. تمام؟ إذا منعهما السائل واستدل على نقيضهما فهذا إيه؟ غصب، والغصب غير مقبول عند أهل هذا الشأن. المكابرة، قال وهي المنازعة بين الخصمين لا لإظهار الصواب بل لإظهار الفضل والغلبة على الخصم. المنازعة بين الخصمين لا لإظهار الصواب بل لإظهار الفضل والغلبة على الخصم. كأنك تقول انظر، احنا قلنا غاية المناظرة أن ننتهي إلى مطالب بديهية قطعية نرد إليها النظريات. عندما يكون عندي مطلب نظري غاية المناظرة أن أرده إلى إيه؟ إلى مطلب بديهي قطعي لا يطالب بالدليل عليه، وحينئذ يثبت المدعى النظري. هذا غاية المناظرة، غاية المناظرة أن يكون عندي مطلوب نظري أنا أريد أن أثبته فأرده إلى بديهي جلي لا يطالب بالدليل عليه. ولذلك قلنا البديهيات الجلية لا يطالب بالدليل عليها. طب عندما تأتي أنت للبديهي الجلي الثابت، تمام، فتنازع فيه، وهذا قد يكون بقصد إيه؟ إظهار الفضل والقوة والغلبة. يعني كأنك تقول مثلا إيه؟ السماء فوقنا والأرض تحتنا. تمام؟ هذا مطلوب إيه؟ مطلوب بديهي جلي. فأقول أمنع أن السماء فوقنا، وأستدل مثلا يعني إيه؟ أستدل على أن السماء ليست فوقنا وأريد أن أقنعك بذلك وربما تقتنع. يعني تفهم هذا؟ يعني أنا لقوة الحجة عندي قد أقنعك بخلاف البديهيات.
أنا لقوة الحجة عندي أقنعك بخلاف الإيه؟ البدهيات. وأنتم تعلمون السفسطة، السفسطة هي إيه؟ استدلال كبير جدا 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 في مقابل الإيه؟ في مقابل ما ثبت بالضرورة، في مقابل ما ثبت بالضرورة. أضرب لك مثالا، أضرب لك مثالا، يقول لك إذا فتحت عينك فرأيت زيدا فأغمضتها ثم فتحتها مرة أخرى بعد لحظة فرأيت من؟ هل تقطع بأن الذي رأيته ثانيا هو الذي رأيته أولا؟ هل الذي تراه ثانيا تمام هو عين الذي رأيته أولا؟ لا يلزم. وأستدل على أنه إيه؟ لا يلزم، هذا إنكار للضرورة. لماذا لا يلزم؟ يمكن أن يكون الله عز وجل أهلك الأول وأنشأ الثاني على مثاله في لحظة. قدرة الله تعجز عن ذلك؟ لا تعجز. إذن لا يلزم من أن يكون الثاني هو عين الأول، فاهم؟ فهذا عندما يذكر مثل هذا، هذا يسمى إيه؟ مكابرة. المكابرة هي الاستدلال على إنكار ما ثبت بالضرورة، إنكار الاستدلال على نفي ما هو ثابت بالضرورة. أو الاستدلال على إنكار الاستدلال على نفي ما هو ثابت بالضرورة أو على إثبات ما هو منفي بالضرورة. وبعبارة مختصرة، الاستدلال في مقابل الضرورة. تمام؟ طيب، لو أنا أردت أن أستدل على أن الواحد ليس نصف الاثنين، هذا يسمى إيه؟ مكابر، لأنه استدلال في مقابل الضرورة. كما قلت لك، الواحد نصف الاثنين والاثنان نصف الأربعة، إذن الواحد نصف الأربعة، إذن الواحد ليس نصف الاثنين. فهذا تجيبه بجواب واحد، تقول هو استدلال في مقابل الضرورة فلا يسمع، استدلال في مقابل الضرورة فلا يسمع. هذه من عباراتهم، استدلال في مقابل الضرورة فلا يسمع. يبقى وعادة صاحب هذه الأدلة أو ما يعني يصور على أنه دليل، غرضه من هذا ماذا؟ غرضه أن يظهر قوة الحجة عنده. يعني الضروريات التي أنتم تزعمونها ضروريات أنا أشككم فيها وأقيم الدليل على خلافها ولا تستطيعون الجواب. يعني ليس الغرض الوصول إلى الحق، تمام؟ المنازعة بين الخصمين لا لإظهار الصواب بل لإظهار الفضل والغلبة على الخصم. ومن أمثلتها منع التصديق البديهي الإيه؟ الجلي، البديهي الجلي، كما مثلنا الواحد نصف الاثنين، أنا أستدل على خلاف ذلك. أو السماء فوقنا وأقول التي فوقنا ليس السماء، تمام، والتي تحتنا ليست أرض، والدليل على ذلك كذا. أو أن أستدل مثلا على إيه؟ ماشي. ومنع التصديق النظري المستدل على صحته بالمعنى الحقيقي للمنع. ومنع التصديق النظري المستدل على صحته بالمعنى الحقيقي للمنع. وقلنا أن هذه وظيفة غير مقبولة. المنع يرد على مقدمة لم يستدل عليها. فلو قلت لك العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث، فلو قلت أمنع أن العالم أن العالم متغير، هذه مكابرة، هذه إيه؟ مكابرة. أنا ذكرت لك الدليل، فكيف تطالبني به بالدليل؟ تمام؟
ومنع التصديق النظري المستدل على صحته بالمعنى الحقيقي للمنع. بالمعنى الحقيقي للمنع، ما هو المعنى الحقيقي للمنع؟ كان الشيخ يشير إلى منع الدعوة الأصلية، منع الدعوة الأصلية، وليس منع الإيه المقدمة، إحدى مقدمات الدليل. ومعنى أو نقول معنى التصديق النظري المستدل على صحته بالمعنى الحقيقي للمنع، نعني به ماذا؟ نعني به ماذا؟ منع المقدمة الأصلية إذا أقيم عليها دليل، أو الدعوة الأصلية، ومنع مقدمة الدليل إذا أقيم عليها دليل. تمام؟ يبقى المعنى الحقيقي يشمل إيه؟ المعنى الحقيقي للمنع يشمل صورتين: منع الدعوة الأصلية إذا أقيم عليها دليل، ومنع مقدمة الدليل إذا أقيم عليها دليل. طيب عشان برضك نستفيد، ما هو المعنى المجازي للمنع؟ إذا قلنا المنع هذا هو المعنى الحقيقي للمنع، ما هو المعنى المجازي للمنع؟ أن تمنع مقدمة الدليل وتطلق على ذلك أنه مقدمة، أنه منع للدعوة الأصلية. أن تمنع مقدمة الدليل وتجعل ذلك أو تسمي ذلك منعا للدعوة الأصلية. وإذ قد وصلنا إلى هذه الفقرة أو الفقرة، فقد وصلنا إلى نهاية المنع، ونبدأ إن شاء الله في الوظيفة الثانية من وظائف السائل. قلنا الوظيفة الأولى تجاه الدليل هي المنع، الوظيفة الثانية هي المعارضة. يقول الشيخ رحمه الله: الفصل الرابع في المعارضة، معناها، مثالها، أقسامها، أجوبة المعلل عنها. معنى المعارضة: المعارضة في اللغة المقابلة على سبيل الممانعة، المعارضة المقابلة على سبيل الممانعة، وهذا تعريف جيد للغاية. لو أردنا أن نشرحه بمثال محسوس، لو أنا أريد أن أنفذ إلى هذه الجهة، تمام؟ فأنت تقف أمامي، تقف أمامي، تمنعني من النفوذ إلى الجهة. طيب، هذا يريد أن ينفذ إلى الجهة اليسرى، هذا يريد أن ينفذ إلى الجهة اليمنى، كل واحد منهما يقابل الآخر على سبيل الإيه؟ الممانعة. الممانعة مفعلة، يعني كل واحد من الدليلين يمنع الآخر، تمام؟ يبقى دليلي يريد أن ينفذ إلى هذه الجهة، ودليلك أنت يريد أن ينفذ إلى الجهة المقابلة، وقد تقابلا فإيه؟ فتمانعا. كده واضح؟ يعني أنا حتى في التشبيه لم أشبه بأن هذا واقف لا يريد أن ينفذ لكنه يمنع، لا، هو يريد أن ينفذ إلى هذه الجهة، وهذا يريد أن ينفذ إلى هذه الجهة، ولكنهما إيه؟ يمران من ممر واحد، فيمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. يبقى المقابلة على سبيل الممانعة، كل واحد منهما يمنع صاحبه من النفوذ إلى جهته، كل واحد من المتعارضين يمنع صاحبه من النفوذ إلى جهته. تعرفون في الحديث النبوي أن الدعاء يرتفع إلى السماء، والقدر ينزل من السماء إلى الأرض فيتعالجان،
القدر يريد أن ينزل والدعاء يريد أن إيه؟ أن يرتفع، فيمنع كل واحد منهما من الوصول إلى جهته، فالدعاء لا يرفع والقدر لا ينزل. هذا إيه؟ تقابل على سبيل الممانعة، مقابلة على سبيل الممانعة. هذا إذا كان القدر والدعاء متساويان، لكن إذا كان القدر أقوى من الدعاء نزل، أو كان الدعاء أقوى من القدر رفعه. كده واضح؟ يبقى لابد أن يوجد فيه مساواة بين المتمانعين. القدر لو كان أقوى من الدعاء ينزل، والدعاء لو كان أقوى من القدر يأخذه ويرتفع، تمام؟ لكن يبقى يتعالجان هكذا، يتصادمان، هذا لا ينزل وهذا لا يرتفع، إذا كان إيه؟ متساويين. يبقى المقابلة بين المتمانعين على سبيل الممانعة، أو المقابلة بين المتعارضين على سبيل الممانعة، بحيث يمنع كل واحد منهما صاحبه من أن ينفذ إلى جهته. وهو في اصطلاح أهل هذا الفن إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه بإثباته، أي بالاستدلال على ثبوت نقيض هذا المدعى أو ما يساوي نقيضه أو الأخص من نقيضه. جميل جدا. المستدل ذكر دعوة وذكر على الدعوة دليلا، فأنا لا أتعرض إلى هذا الدليل، لا إلى مقدماته ولا إلى شيء من ذلك، ولكن أنا أصنع شيء آخر، آتي بدليل يثبت نقيض ما ادعاه هو، عين النقيض، يثبت عين نقيض ما ادعاه، أو يثبت المساوي لنقيض ما ادعاه، لأن إثبات أحد المتساويين إثبات للآخر، أو دآتي بدليل يثبت الأخص، تمام؟ من نقيض ما ادعاه، لأن إثبات الأخص يلزم منه إثبات الأعم. طيب، وحينئذ يعني يثبت في نهاية الأمر نقيض ما ادعاه. أنت تدعي، أتيت بدليل يثبت الدعوة، وأنا أتيت بدليل يثبت نقيض الدعوة، تمام؟ نقيض الدعوة، هي نقيض الدعوة في نهاية الأمر، سواء أثبتها مباشرة أو أثبت نقيض الدعوة بواسطة إثبات المساوي لها، أو أثبت نقيض الدعوة بواسطة إثبات الأخص منها. متصور هذا الفهم؟ أنا آتي بدليل يثبت، أنا كمعارض آتي بدليل يثبت نقيض دعوى المستدل، إما بلا واسطة، وإما بواسطة إثبات المساوي لنقيض الدعوة، أو إثبات الأخص من نقيض الدعوة. يبقى في نهاية الأمر أنا أصل إلى إيه؟ إثبات نقيض الدعوة. وأنت تعلم أن النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، فكأنني أقول دليلك إذا كان يثبت الدعوة فسمى دليل آخر يثبت نقيضها، ولا يمكن لدليلك أن يثبت الدعوة مع وجود دليل آخر يثبت نقيضها. متصور؟ يبقى الحاصل عندي أن المستدل يستدل على الدعوة، قول بقى كمان مرة، والمعترض أو السائل يستدل على نقيض الدعوة. يعني صار الإيه؟ صار المعترض مستدلا ذاكرا للدليل. ولذلك أنا سأقول لك عبارة هي من صناعتي أنا، أن المعارضة تقلب منصب المناظرة، المعارضة تقلب منصب المناظرة. أنا عندما أوردت هذا الدليل على نقيض الدعوة كأنني صرت مستدلا. طيب وأنت في الجواب تقول أنت مستدل في الأصل، أمنع المقدمة الأولى، تمام؟ يعني صرت إيه؟ صرت مانعا، يبقى
المعارضة بتقلب إيه؟ منصب المناظرة. فستجد أن المعترض يستدل وأن المستدل يعترض. تمام؟ متخيلة؟ احفظ هذه القاعدة، المعارضة تقلب إيه؟ منصب المناظرة. طيب، وبالمثال يتضح المقال. قال المعلل الذي بدأ إيه؟ معللا، وبعد قليل سينقلب ينقلب مانعا أو سائلا. قال المعلل أولا: العالم حادث، فهذه دعوة. وقال مع ذلك دليل: لأن العالم متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل على الدعوة، قد نصبه المعلل لإثبات دعواه. ماذا يصنع السائل إذا أراد أن يعارض؟ يأتي بدليل آخر يثبت نقيض الدعوة مباشرة أو بواسطة. يأتي بدليل يثبت نقيض الدعوة مباشرة أو بواسطة، بواسطة إثبات المساوي أو بواسطة إثبات الأخص. فجاء السائل وقال: العالم غير حادث، هذه إيه؟ دعوة. أو قال: العالم قديم، لأن العالم أثر وصنعة للقديم، وكل ما كان أثراً وصنعة للقديم فهو غير حادث، إذن العالم غير حادث. أنت قلت العالم حادث وأنا قلت لك العالم غير حادث، يبقى إثبات نقيض الدعوة. العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، فقلت لك العالم غير حادث لأنه أثر وصنعة القديم، وكل ما هو أثر وصنعة القديم فهو غير حادث، إذن العالم غير حادث. كده واضح؟ الدليل الأول أثبت أن العالم حادث، والثاني اللي هو دليل المعارضة أثبت أن العالم غير حادث، يعني أثبت نقيض الدعوة، أثبت نقيض الدعوة. فهذه معارضة من السائل للمعلل، وأنت ترى أنه قد أبطل دعوى المعلل التي استدل عليها، أنه أبطل وسلك لهذا الإبطال طريق الاستدلال على نقيض الدعوى التي ادعاها المعلل أو المساوي لنقيضها، ضرورة أنه إذا ثبت أحد النقيضين لم يجز أن يثبت الآخر، لأن ثبوته يستلزم اجتماع النقيضين وهو محال. العبارة ما فيش فيها إشكال إلا كلمة واحدة، العبارة معروفة: إذا ثبت أن العالم غير حادث استحال أن يثبت كونه حادثاً لاستحالة اجتماع النقيضين. بس الشيخ هنا يقول أنك ترى أنه قد أبطل دعوى المعلل. نحن نقول المعارضة توقف الدليل ولا تبطله، أو يعني هذا هو المستقر عند العلماء، أن المعارضة توقف الدليل ولا تبطله. وإذا كان المنع طلب الدليل فإن المعارضة هي طلب الترجيح، المعارضة هي طلب الترجيح. كأنني أقول للمعلل: لا يمكن لدليلك أن يثبت مدعاك مع وجود دليلي على نقيض دعواك، فرجح دليلك على دليلي حتى يثبت مدعاك. هذا حصل إيه؟ المعارضة. لا يمكن لدليلك أن يثبت دعواك ما لم تبطل دليلي أو ترجح دليلك على دليلي. فحاصل المعارضة أحد أمرين: إما المطالبة بإبطال دليلي اللي هو دليل المعترض، أو المطالبة بترجيح دليل المعلل على دليل السائل. تمام؟ حاصل المعارضة هي إيه؟ طلب إبطال دليل المعترض، أو طلب ترجيح دليل المعلل على دليل المعترض. وبالمناسبة
أنا بهذا أكون قد يعني أعطيتك طرفا كيفية التعامل، كيف يتعامل المعلل مع دليل المعارض. التعامل الأول أن يبطله، والتعامل الثاني أن يرجح المعلل دليله على دليل المعترض. تمام؟ وحينئذ سنحتاج برضك إلى أن نعدل تعريف الشيخ للمعارضة، أن هو إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه بإثبات نقيض هذا المدعى. تمام؟ هو هذا الإبطال يحصل متى؟ هذا الإبطال يحصل متى؟ متى ثبت نقيض المدعى أو المساوي له أو الأخص منه. لكن المقام ما زلنا في مقام الإيه؟ في مقام النظر، وقد أنجح في إبطال دليلك، وقد أنجح في ترجيح دليلي على دليلك، فالإبطال لم يتحقق. الإبطال لا يتحقق إلا إذا عجزت أنا عن إبطال دليلك، أو عن عدم ترجيح، أو عجزت عن ترجيح دليلي على دليلك. في هذه الصورة فقط يتحقق الإيه؟ الإبطال. فهذا الإبطال هو نتيجة المعارضة إذا صحت، وليس هو المعارضة. تمام؟ ونستطيع أن نعرف المعارضة لو سمح لنا الشيخ يعني رحمه الله. نقول هي الاستدلال على نقيض المدعى أو ما يساوي نقيضه أو الأخص منه. الاستدلال مش الإبطال. تمام؟ إيه؟ المعارضة هي الاستدلال على إثبات نقيض المدعى أو ما يساوي نقيضه أو الأخص منه. تمام؟ مجرد الاستدلال، انظر يا مولانا، مجرد الاستدلال على إثبات نقيض المدعى أو المساوي أو الأخص، مجرد الاستدلال هذا إيه؟ هذه معارضة. فإن عجزت أنا عن إبطال دليلك، أو عجزت عن ترجيح دليلي على دليلك، حصل الإبطال. يبقى الإبطال ثمرة المعارضة وليس هو المعارضة. أظن هذا واضح، صح؟ وهذه من الكلمات التي يعني حفظناها من كتب الأئمة، أن المعارضة لا تبطل الدليل ولكنها توقفه. طيب، أقسام المعارضة. ثم إن المعارضة تنقسم من حيث ما توجه إليه إلى قسمين: الأول يسمى المعارضة في الدليل، والثاني يسمى المعارضة في العلة. لعلك الآن تفهم شيئاً. الدعوة الأصلية التي لم يقم عليها دليل يصح منعها، ومقدمة الدليل التي لم يقم عليها دليل يصح منعها. إذن محل المنع هو الدعوة التي لم يقم عليها دليل. طيب، ومحل المعارضة هو الدعوة التي أقيم عليها دليل.
الدعوة التي أقيم عليها دليل لا تمنع لكنها تعارض. الدعوة التي أقيم عليها دليل لا تمنع لكنها تعارض. وأنا يعني إذا كنت أتنبه جيدا أجد أن المعلومات تكاد تكون واحدة متشابهة جدا. قال لي الدعوة الأصلية إذا أقمت عليها دليل تعارض، تعارض تمام، والمعارضة حينئذ تكون اسمها إيه؟ معارضة الدليل، معارضة الدليل كده واضح؟ طيب إذا ذكرت دعوة أصلية وأقمت عليها دليلا واستدللت على مقدمات أو إحدى مقدمات هذا الدليل، يمكن أنا أن أعارض دليل المقدمة الصغرى أو أعارض دليل المقدمة الكبرى. يبقى إما أن أعارض الدليل الأصلي أو أعارض دليل إحدى مقدماته. معارضة الدليل الأصلي ومعارضة الدعوة الأصلية، معارضة الدليل الأصلي تسمى معارضة الدليل، تمام؟ معارضة الدليل الأصلي تسمى معارضة الدليل، ومعارضة إحدى مقدمات الدليل الأصلي تسمى معارضة العلة. وأنا أكشف لك عن سبب التسمية، لماذا سميت معارضة العلة؟ معارضة مقدمة دليل مقدمة أو معارضة دليل إحدى مقدمات الدليل الأصلي تسمى معارضة إيه؟ معارضة علة. لماذا سميت معارضة علة؟ بالمثال يتضح المقال. أنا أقول لك العالم حادث لأنه متغير، تمام؟ وذكرت الدليل أنه إيه؟ متغير، فقلت هو متغير لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير. ذكرت دليل أنه إيه؟ متغير. فتذكر أنت العالم ثابت وغير متغير، تمام؟ وتستدل على ذلك بدليل. أنا أسألك سؤال، ما هي علة الحدوث؟ التغير. يبقى المقدمة، المقدمة بالنسبة إلى الدعوة الأصلية بمثابة العلة إلى المعلول. المقدمة، نسبة المقدمة إلى الدعوة الأصلية هي نسبة العلة إلى المعلول. وأنا أسألك وأنت تجيب، لماذا هو حادث؟ تقول لأنه متغير. كده واضح؟ يبقى نسبة المقدمة إلى الدعوة الأصلية نسبة العلة إلى المعلول. هذه المقدمة بالنسبة للدعوة الأصلية علة لها، علة لها. لماذا هو حادث؟ لأنه متغير. اتضح؟ طيب ممكن أسأل سؤال، أتي بمثال آخر. هذا الشراب حرام، هذا الشراب حرام، دعوة وأقمت الدليل عليها، قلت لأنه مسكر وكل مسكر حرام، إذن هذا الشراب حرام. لو سألتك هذا الشراب اللي هي الدعوة الأصلية لماذا؟ ما علة حرمته؟ قل لأنه مسكر. يبقى المقدمة، المقدمة بالنسبة إلى الدعوة الأصلية كالعلة بالنسبة للمعلول. يبقى إذا منعت، إذا أقمت الدليل على نقيض الدعوة الأصلية فهذا يسمى معارضة دليل، وإذا أقمت الدليل على نقيض إحدى المقدمات، إحدى مقدمات دليل الدعوة الأصلية فهذا يسمى معارضة علة. كده وعرفنا سبب التسمية، عرفنا سبب التسمية. وتنقسم أي المعارضة من حيث مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل. عندما نقارن دليل المعلل بدليل المعارض
ستتضح لنا ثلاث صور للمعارضة عندما نقارن بين دليل المعلل ودليل المعارض. دليل المعلل ودليل المعارض عندما نقارن بينهما سنجد أن المعارضة تأخذ ثلاثة صور، فجعلنا هذه الصور الثلاثة أقسام ثلاثة للمعارضة. قال لي المعارضة على سبيل القلب، والمعارضة بالمثل، والمعارضة بالغير، وهذا يشرحه الشيخ رحمه الله على التفصيل. يعني أنا يعني همشي مع الشيخ خطوة خطوة، ولكن مثلا يعني أوضح نفس الدليل الذي أستدل أنا به أخذته هو وجعلته دليل على نقيض الدعوة، عين نقيض الدعوة أخذته أنت وجعلته دليلا على نقيض الدعوة، كده واضح؟ بس مع مخالفة في الاعتبار، لكن هو 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 هذا يسمى معارضة بالإيه؟ بالقلب. على كل ننظر لأني قلبت عليك الدليل، هذا كان دليلا لك جعلته أنا دليلا عليك، قلبت عليك الدليل. وكل من هذه الأنواع الثلاثة يكون معارضة في الدليل اللي هو إيه؟ معارضة يعني دليل يثبت نقيض الدعوة الأصلية، ويكون معارضة في العلة يعني دليل يثبت نقيض المقدمة. إذن فالأقسام ستة حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين، قلب، معارضة على سبيل القلب، ومعارضة بالمثل، ومعارضة بالغير. معارضة بالقلب، بالمثل، بالغير، وكل واحد منها يكون معارضة في الدليل فتأتي ثلاثة صور، ومعارضة في العلة تأتي ثلاثة صور. يبقى معارضة في الدليل بالقلب، معارضة في الدليل بالمثل، معارضة في الدليل بالغير. معارضة في العلة بالقلب، معارضة في العلة بالمثل، معارضة في العلة بالغير. فالأقسام ستة تفصيلا، وسيتضح لك ذلك فيما يلي من الكلام. خذ مثلا قبل الشروع في تمييز هذه الأقسام، خذ مثلا نجعله لك نبراسا يضيء لك ما خفي عليك. قال المعلل أولا العالم حادث، فهذه دعوة. وقال مع ذلك لأنه متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل على هذه الدعوة. وهذا الدليل مشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى، كل واحدة منهما في ذاتها دعوة. أنا أدعي أن العالم متغير، هذه دعوة، وأدعي أن كل متغير حادث، هذه دعوة أخرى. لو ذكر الدليل هكذا ليس لك أن تعارض إلا الدعوة الأصلية، وليس لك أن تعارض إحدى مقدمات الدليل لأنه لم يقم عليها دليلا، تمام؟ فلو قال المعلل مع كل ما تقدم لأن العالم لا يخلو عن الحركة وكل ما لا يخلو عن الحركة فهو متغير، فقد أقام دليلا على المقدمة الأولى الصغرى التي استعملها في استدلاله على دعواه الأصلية، وهي في مثالنا قول المعلل العالم حادث، العالم حادث وأقام عليها دليلا، تمام؟ أن العالم متغير، تمام؟ وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. ثم قال العالم متغير لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير، إذن العالم متغير. أقام الدليل على الدعوة الأصلية وأقام الدليل على المقدمة الصغرى. حينئذ يمكنك أن تعارض الدعوة الأصلية فيكون تكون المعارضة معارضة للدليل، أو تكون معارضة للعلة عندما تأتي بدليل يثبت نقيض المقدمة الصغرى، كده واضح؟
فلو عمد السائل إلى دعوى المعلل الأصلية هذه فأبطلها بإقامة دليل ينتج نقيضها أو المساوي لنقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في الدليل، تمام؟ بأن يقول كما قال: العالم صنعة القديم، وكل ما هو صنعة للقديم فهو غير حادث، إذن العالم غير حادث. سميت هذه معارضة في الدليل أو معارضة في المدعى أو معارضة في الحكم، تمام؟ هذه ألفاظ مصطلحات. المعارضة في الدليل هي المعارضة في الحكم. طيب، ممكن أبين سبب التسميات. لماذا سميت هذه معارضة في الدليل؟ لأنك أيها المعلل أتيت بدليل يثبت الدعوة، وأنا أتيت بدليل يثبت نقيض الدعوة، فالمعارضة معارضة دليل بدليل، تمام؟ طيب، والمعارضة في الحكم، المعارضة في الحكم، الحكم هو المدعى، الحكم هو المدعى. لماذا هذا معارضة في الحكم والمدعى؟ دليلك أيها المعلل أثبت أن العالم حادث، ودليلي أثبت أن العالم غير حادث، فالمعارضة أيضا حصلت، المقابلة حصلت بين النتيجة والنتيجة والدليل والدليل. النتيجة هي الحكم والمدعى، تمام؟ يبقى المقابلة حصلت بين ماذا؟ بين الدليل والدليل، وحصلت بين المدعى والمدعى، والمدعى أيضا هو الحكم، يبقى حصلت بين الحكم والحكم. كده واضح؟ ده سبب الإيه؟ التسمية. وإذا عمد السائل إلى المقدمة الأولى في دليل الدعوى الأصلية، وهي هنا قولنا العالم مش المفروض العالم متغير؟ إيه؟ وإذا عمد السائل إلى مقدمة الدليل في دليل الدعوى الأصلية، وهي أي المقدمة الأولى قول المعلل العالم متغير، هو قال الدعوى الأصلية هي العالم حادث، ومقدمة المقدمة هي العالم إيه؟ متغير. وإذا قرنت هذه الفقرة بالتي قبلها سيتضح لك. انظر فوق، قال إيه؟ في استدلاله على الدعوة الأصلية، وهي في مثالنا قول المعلل العالم حادث، تمام؟ يبقى وإذا عمد السائل إلى المقدمة الأولى في دليل الدعوة الأصلية، المقدمة الأولى هي قولنا العالم متغير، ماشي؟ هات القلم. وقد أقام المعلل على صحتها دليلا كما رأيت عندما قال العالم لا يخلو من الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو من الحركة والسكون فهو متغير. نقول لو عمد السائل إلى هذه الدعوة فأقام دليلا ينتج نقيضها، ماشي؟ بأن يقول مثلا إيه؟ أو ما يساوي نقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في العلة أو معارضة في المقدمة، وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة، وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة. طيب، الحصل عندي أنا لم أعمد إلى قولك العالم متغير وكل متغير حادث، ولم أعارض هذا الدليل، أنا عارضت الدليل الذي هو
العالم لا يخلو من الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو من الحركة والسكون فهو إيه؟ فهو متغير. إذن العالم متغير، مثلا أنا أقول كده العالم بسيط وكل بسيط غير متغير، إذن العالم غير متغير. مثلا العالم بسيط وكل بسيط غير متغير، إذن العالم غير متغير. هذا الدليل وقع في مقابل أنهي دليل؟ دليل المقدمة، دليل المقدمة، دليل المقدمة. هذا يسمى، لا يسمى معارضة في الدليل، هذه معارضة لدليل المقدمة. فالعلماء سموها إيه؟ معارضة، المعارضة في العلة، لما سبق وذكرناه من أن المقدمة الصغرى بالنسبة إلى الدعوة الأصلية بمثابة العلة. فأنا كأني أمنع، هو أنت تدعي أنه حادث لعلة التغير، أنا أبطل تغيره، أستدل على بطلان تغيره وآتي بدليل يثبت أنه غير متغير، يبقى كأني أبطل العلة، أبطل العلة، سميت معارضة في العلة. طيب، وهذه التسمية واضحة. أو المعارضة في المقدمة، لأن المقدمة هي العالم متغير وأنا أتيت بدليل يثبت أنه غير متغير، يبقى معارضة في المقدمة والتسمية واضحة. وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة، ربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة. طيب، ونحن كنا نقول سبب التسمية، صح؟ هل تحتاجون سبب التسمية في هذه؟ ولا كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا؟ وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة، نحفظها هكذا، ماشي؟ طيب، أولا ما معنى المناقضة؟ ما معنى المناقضة؟ المناقضة تطلق على إبطال العلة، تطلق على إبطال العلة، وأنا أبين لك المعنى. عندما أبطل أنا، أقول هذا الوصف الذي تعل به لا يصلح أن يكون علة، فهذا يسمى نقضا، يبقى إثبات أن الوصف لا يصلح أن يكون علة، تمام؟ طيب، لو أنا أتيت بدليل، أتيت بدليل العالم بسيط وكل بسيط غير متغير، إذن العالم غير متغير، هذا الدليل ظاهره أنه معارضة، ظاهره أنه إيه؟ معارضة، لأنه دليل يقابل دليل المقدمة، يبقى دليل يقابل دليل، فهذا صورة المعارضة. بس ما المقصود منه؟ إبطال العلة، وإبطال العلة يسمى مناقضة، يعني إذا بطل كونه متغيراً بطلت علة حدوثه فلا يكون حادثاً، إذا بطل تغيره، إذا بطل كونه متغيراً فقد بطلت علة حدوثه، وإذا بطلت العلة بطل المعلول، كده واضح؟ يبقى المناقضة هو إبطال العلة، بس جاء على صورة المعارضة، المناقضة هي إبطال العلة، هذه المناقضة جاءت على صورة المعارضة. طيب، يبقى تستطيع أن تقول هو مناقضة انتهاءً، معارضة ابتداءً،
هو معارضة ابتداء، مناقضة انتهاء. طيب، يبقى عندي سؤال، اشرح كيف يكون هذا معارضة ابتداء مناقضة انتهاء. بين هذا معنى هذه العبارة، كيف يكون الإتيان بدليل يثبت نقيض المقدمة، يثبت نقيض المقدمة، كيف يكون معارضة ابتداء مناقضة انتهاء؟ أقول أولا هو معارضة ابتداء لأن دليل المقدمة عارضناه بدليل يثبت نقيضها، كده واضح؟ ثم إنه إذا ثبت نقيض المقدمة بطلت المقدمة، وإذا بطلت المقدمة فقد بطلت العلة، وإبطال العلة يسمى مناقضة، إبطال العلة يسمى مناقضة. يبقى التوصل إلى إبطال العلة بالمعارضة، التوصل إلى إبطال العلة بالإيه؟ بالمناقضة. إبطال العلة يسمى مناقضة، ومقابلة الدليل بدليل يسمى معارضة، كده واضح؟ يبقى هو معارضة ابتداء مناقضة انتهاء، ولذلك سميت بالمناقضة على سبيل المعارضة، المناقضة على سبيل المعارضة. طيب الحمد لله احنا كده ايه بينا سبب التسمية. فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى ما توجه إليه، إما أن توجهها إلى الدعوة الأصلية فتكون معارضة الدليل أو معارضة المدعى أو معارضة الحكم، أو توجهها إلى مقدمة الدليل التي استدل عليها فتسمى معارضة علة أو معارضة مقدمة أو مناقضة على سبيل المعارضة. فهذا تقسيم مهم. أنا أنبه على شيء، ربما تقول وأنت تذاكر توجد عندي ثلاث مصطلحات لمعنى واحد، المعارضة في الدليل، المعارضة في الحكم، المعارضة في المدعى، يكفيني أن أحفظ مصطلحا واحدا، حقيقة هو يكفيك إذا كنت تذاكر، بس سيضرك في أمر آخر. عندما تقرأ كتب الأئمة ربما يعبر عن المعنى بالمصطلح الذي لا تحفظه تحفظه، يعني مثلا أنا أحفظ أن المعارضة الموجهة إلى مقدمة الدليل تسمى معارضة علة، فإذا وجدت تعبير وهذه مناقضة على سبيل المعارضة أقف، هذا المصطلح لم يمر عليه قبل ذلك، واضح؟ أقف. لكن إذا كنت تحفظ جميع المصطلحات إذا جاء كذا مصطلح تستطيع أن تفهمه إذا كنت قارئا، وتستطيع أن تشرحه إن كنت مدرسا، كده هذه فوائد يعني. وقد رأيت أنها إذا وجهت إلى الدعوى المدلل عليها فهي المعارضة في الدليل، وإذا وجهت إلى إحدى مقدمات دليل الدعوى الأصلية فهي المعارضة في العلة. تمام، ويجب ألا يفوتك أنها لا توجه إلى إحدى مقدمات الدليل إلا إذا كانت هذه المقدمة قد استدل عليها. تمام، لأنه إذا لم يستدل عليها لا يتوجه إليها إلا المنع، وتعد معارضتها حينئذ غصبا، لأن إيه؟ لأن السائل يستدل على نقيض الدعوة، تمام، من غير أن يستدل صاحب الدعوة عليها، ومن حق صاحب الدعوة أن يستدل عليها،
تمام؟ يبقى المعارضة لا تكون إلا بعد ذكر الدليل. كده واضح؟ ويبقى إحنا كده فهمنا شيء، المنع يتوجه إلى الدعوة التي لم يقم عليها دليل، والمعارضة تتوجه تمام إلى إيه؟ المعارضة تتوجه إلى الدعوة التي أقيم عليها دليل. ويبقى عندي سؤال يتوجه إليك أنت، سؤالين. المنع للدعوة التي أقيم عليها دليل يسمى، المنع للدعوة التي أقيم عليها دليل يسمى، هو لا يجوز بس يسمى مكابرة. يبقى منع الدعوة التي أقيم عليها دليل يسمى مكابرة، ومنع ومعارضة الدعوة التي لم يقم عليها دليل تسمى غصبا. معارضة الدعوة التي لم يقم عليها دليل تسمى غصبا. اتضح؟ طبعاً يبقى أنت رجل تذاكر جيداً أداب البحث والمناظرة، هب أنك في مناظرة وقد استدل المستدل على مدعاه بدليل مقدم مكون من صغرى وإيه؟ من صغرى وكبرى، فذكر دليل الصغرى ولم يذكر دليل الكبرى، تمام؟ ذكر دليل الإيه؟ الصغرى، فقلت له أمنع الصغرى تكون إيه؟ هو ذكر دليل للصغرى وأنت منعتها، حينئذ تكون إيه؟ تكون مكابرا، تمام؟ فيقول لك هذه مكابرة لا تجوز، فتقول إذن أنا أعارض الإيه؟ الكبرى، أنا أعارض الإيه؟ الكبرى، وتأتي بدليل تستدل بها على نقيض الكبرى، فيقول لك هذا غصب وهذا لا يصلح. تمام؟ يبقى أنت في الأول لماذا صنعت؟ أتيت بمكابرة، فلما قال لك هذه مكابرة لا تصلح صرت غاصبا. وكأنك يعني تعتمد الوظائف اللي إيه؟ التي لا تصلح. وكل نوع من نوعي المعارضة السابقين، من نوعي المعارضة السابقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن دليل المعارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة ويشترك معه أيضا في الحد الأوسط، وإما أن يتحد الدليلان في الصورة لا غير، وإما أن يختلف في المادة والصورة جميعا. فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل، وهذا الإجمال يفصله الشيخ رحمه الله. انظر يا مولانا، الدليل الذي ذكره المعلل على الدعوة الأصلية قياس اقتراني من الشكل الأول، فأنا أتيت بقياس اقتراني من الشكل الأول، طرفاه وواسطته هو عين الطرفان والواسطة، كده واضح؟ يبقى إيه؟ دليل المعارض ودليل المعلل يشتركان في الصورة والمادة. في الصورة، الصورة اقتراني من الشكل الأول، هذا في الصورة. طب وفي المادة؟ المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والحد الأوسط. مقدمتي هي نفس مقدمتك الأولى، ومقدمة الثانية هي مقدمتك الثانية، والحد الأوسط هو الحد الأوسط. يبقى اشترك في الإيه؟ في المادة، تمام؟ الصورة اللي هو الشكل العام. هذا الدليل من أي عائلة ينتمي؟ إلى أي عائلة ينتمي؟ إلى الاقتران من الشكل الأول. طب وأنا في المعارض، دليل المعارض اقتراني من الشكل الأول، يبقى اتفق فيه الصورة. طيب هل المقدمة الصغرى للمستدل هي عين المقدمة الصغرى للمعارض؟ نعم هي. طب ومقدمته الكبرى هي هي؟ يعني هي هي، والحد الأوسط هو 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 هو،
يبقى اشترك في الايه؟ في المادة. اشترك في الايه؟ في المادة. طيب، وإن اشترك في الصورة لا غير، بس المادة مختلفة، أنت تستدل بقياس اقتراني كمستدل، وأنا كمعارض آتي بقياس اقتراني، كلاهما من الشكل الأول، يبقى الصورة واحدة، بس لا، أنا الذي اعتمدت عليه في المقدمة الصغرى ليس هو ما اعتمدت عليه في المقدمة الصغرى، وما اعتمدت عليه في المقدمة الكبرى ليس هو ما اعتمدت عليه في المقدمة الكبرى، ولا يوجد اشتراك في الحد الأوسط. يبقى هو قياس اقتراني في مقابل قياس اقتراني، لكن أجزاء القياس مختلفة، مادة القياس مختلفة. تعرف مكتب من حديد ومكتب من خشب، الشكل واحد، هذا مكتب وهذا مكتب، بس المادة مختلفة، تمام؟ الأجزاء مختلفة، أجزاء الدليل مختلفة، لكن الشكل العام واحد، شكله العام قياس اقتراني من الشكل الأول، هذه الصورة. طب والمادة أجزاء الدليل لا مختلفة، يبقى اتحد في الصورة لا في المادة. حينئذ هذا يسمى إيه؟ المعارضة بالمثل. طب انظر يا مولانا، أنت جئت بقياس اقتراني وأنا عارضتك بقياس استثنائي، فلا يشتركان لا في الصورة ولا في المادة. يبقى الذي استفدناه من هذا التلخيص، هذا يسمى معارضة بالغير. الذي استفدناه هو إجمال القضية التي سنفصلها، والذي استفدناه بيان معنى الصورة وبيان معنى المادة. المادة هي أجزاء الدليل، والصورة هي الشكل العام، العائلة التي ينتمي إليها الدليل، العائلة التي ينتمي إليها الدليل. كده واضح؟ النوع الأول المعارضة بالمثل. النوع الأول المعارضة بالقلب، وحاصلها أن يتحد الدليلان شكلاً وضرباً، شكلاً وضرباً مع اتحادهما في الحد الأوسط، مع اتحادهما في الحد الأوسط إن كان اقترانين، ويتحد وضعاً ورفعاً مع اتحادهما في الجزء المكرر إذا كان استثنائيين. ماشي. أن يتحد الدليلان شكرا وضربا مع اتحادهما في الحد الأوسط إن كان اقترانين. انظر يا مولانا، أنت تعلم أن القياس الاقتراني على أربعة أضرب، له أربعة إيه؟ أشكال. فهب أنني مثلا أتيت بقياس اقتراني، أنا كمعلل أتيت بقياس اقتراني من الشكل الأول، فأنت عارضته بقياس اقتراني من الشكل الأول، يبقى كده اتحد في الصورة، وعندما يتحد في الحد الأوسط يبقى اتحد في المادة، يتحد في الحد الايه؟ الأوسط. يبقى اتحد في الشكل، في الصورة، وفي الايه؟ وفي المادة. أن يتحد شكلا وضربا، قياس اقتراني من الشكل الأول، قياس اقتراني من الشكل الثاني، وتعارضه بقياس اقتراني من الشكل الثاني، مع اتحادهما في الحد الأوسط إن كان
اقترانين. الحد الأوسط هو ما يكون مذكورا في المقدمة الأولى على أنه محمول، ومذكور في المقدمة الثانية على أنه موضوع. الكل مطعوم، البر مطعوم، والمطعوم يحرم فيه الربا. إذن البر يحرم فيه الربا، أين الحد الأوسط؟ المطعوم. البر مطعوم ذكر على أنه محمول في المقدمة الأولى، والمطعوم يحرم فيه الربا ذكر على أنه موضوع في الثانية. هذا يسمى الحد الأوسط المكرر في المقدمتين. يبقى المطعوم هو الحد الأوسط، وقد تكرر في المقدمتين، ذكر في الأولى على أنه محمول، وذكر في الثانية على أنه موضوع. قال لي والله إذا اتحدا في الشكل والصورة شكلا وضربا مع الاتحاد في الحد الأوسط فهذا يسمى معارضة بالقلب. وحاصل هذا الكلام نفس دليلك الذي تستدل به لك قلبته وجعلته دليلا عليك، هذا وجه التسمية. الدليل الذي للمستدل قلبه المعترض وجعله دليلا عليه لا له. طب انظر إلى سورة الاستثناء، سورة الاستثناء. ويتحد وضعا ورفعا، حد عنده خلفية على كلمة وضعا ورفعا؟ إيه؟ إثبات إيه؟ الإثبات والنفي. إيه؟ الإجاب والسلب. ماشي جيد جيد. ويتحد وضعا ورفعا. القياس الاستثنائي لا ينتج إلا في صورتين. القياس الاستثنائي لا ينتج إلا في صورتين، في صورة وضع المقدم ورفع التالي. في صورة وضع المقدم ورفع التالي. ويتحد وضعا ورفعا. ويتحد وضعا وإيه؟ ورفعا. وضعا للمقدم ورفعا للتالي. وضعا للمقدم ورفعا للتالي. والوضع كما قلتم هو الإثبات، والرفع هو النفي. وأنا أضرب لك بمثال، أضرب بمثال عشان نوضح هذه الألفاظ. لو كان إنسانا لكان حيوانا. لو كان إنسانا لكان حيوانا. هذه الملازمة لا ينشأ عنها دليل صحيح إلا في صورتين، إثبات الأول أو نفي الثاني. لو كان إنسانا لكان حيوانا، لو قلت لكنه إنسان ينتج إذن هو حيوان، لأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم. أو نفي التالي، لو كان إنسانا لكان حيوانا لكنه غير حيوان فليس بإنسان. لكنه غير حيوان فليس بإنسان، لأن رفع الأعم يستلزم رفع الأخص. تمام؟ يبقى وضع المقدم يعني إثبات المقدم، ورفع الإيه؟ التالي. رفع التالي اللي هو جواب الشرط. جواب الإيه؟ الشرط. مفهومة كده؟ نقولها تاني. لو كان إنسانا لكان حيوانا، إثبت المقدم اللي هو الأخص، قل لكنه إنسان ينتج إذن هو حيوان، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. لو كان إنسانا لكان حيوانا، ارفع التالي، لكنه ليس بحيوان إذن فليس بإنسان، لأنه يلزم من رفع الأعم رفع الأخص. يبقى ويتحد وضعا أي للمقدم، ورفعا أي للتالي. وإلا فعكس ذلك لا ينتج، عكس ذلك لا ينتج. مع اتحادهما في الجزء المكرر، مع اتحادهما في الجزء المكرر. طيب أنا أحدد لك الجزء المكرر، أنا أذكر لك القياس الاستثنائي وأنت تحدد الجزء المكرر. تمام؟ المكرر بالكاف. لو كان إنسانا لكان حيوان لكنه إنسان،
يبقى ايه المقرر؟ هو ايه؟ الانسان. لو كان انسانا لكان حيوانا، لكنه انسان، يبقى هو انسان. هذا هو الجزء الايه؟ المكرر، اللي هو في سوره وضع المقدم. لو كان انسانا لكان حيوانا لكنه ليس بحيوان، ايه هو الجزء المكرر؟ هو حيوان، هو حيوان. ماشي. يبقى مع الاتحاد في الجزء الايه؟ المكرر. ومعنى الاتحاد في الجزء المقرر كالآتي. انظر يا مولانا، أنا أستدل على مطلوبي كمستدل ومعلل بقياس استثنائي أعتمد فيه على وضع المقدم، فأنت تعارضه بإيه؟ بقياس استثنائي تعتمد فيه على وضع المقدم. أنا أستدل على مطلوبي كمعلل بقياس استثنائي أعتمد فيه على رفع التالي، أنت تعارضه بنفس القياس الاستثنائي التي تعتمد فيه على رفع التالي. هذا ما يريد الشيخ أن يوضحه بقوله مع الاتحاد في الجزء المكرر. هو قياس استثنائي يعتمد على ماذا؟ على وضع المقدم. يبقى الذي يعارضه قياس استثنائي يعتمد على وضع المقدم. إذا كان القياس أستدل على مطلوبي كمستدل بقياس استثنائي يعتمد على رفع التالي، عارضه أنت بنفس القياس الاستثنائي الذي تعتمد فيه على رفع التالي. تمام؟ طيب، وتلخيصا، إذا وجدت المعارض يأخذ نفس الدليل بكل مكوناته، تمام؟ ومع أن هذا الدليل يعطي نقيض الدعوة التي استدل بها استدل عليها المستدل بنفس الدليل، هذا على طول كل معارضة بالقلب، معارضة بالقلب. ومثال ذلك أن يقول المعلل رؤية الله تعالى غير جائزة لأنها منفية في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله جل شأنه لا تدركه الأبصار، وكل شيء هذا شأنه وكل منفي في القرآن فهو غير جائز، إذن رؤية الله غير جائزة. كده واضح؟ طيب، الآخر بنظر في النفي. النفي يعني إيه؟ الإخبار عن عدم الشيء. النفي هو الإخبار عن عدم الشيء. فهذا انظر إلى هذا المستدل، نظر في النفي إلى أنه إخبار عن عدم الشيء، فيقول لك الرؤية منفية لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، والنفي أنا أنظر فيه إلى أنه إخبار عن عدم الشيء، إذن الرؤية الله عز وجل أخبر عن عدمها، وكل ما أخبر الله عن عدمه فهو غير جائز، إذن الرؤية غير جائزة، الله أخبر عن عدمها. كده واضح؟ طيب، الآخر نظر إلى إيه؟ أن الشيء الذي يتعرض له بذكره مثبتا تارة وبذكره منفيا أخرى لا يكون إلا جائزا، لأن المحال منفي على الدوام، المحال منفي على الدوام، فالذي يتعرض لذكره بالنفي يمكن أن يتعرض لذكره بالإثبات، ومن ثم فلا ينفى إلا الجائز، وإلا لا الخبر لا يفيد فائدة. لو قلت لك شيء لا يمكن أن يقع فأخبرتك بأنه غير واقع، هل أفدتك فائدة جديدة؟ تمام؟ أنا لم أخبرك فائدة جديدة، أنا أقول لك أنا أفيدك فائدة جديدة، الضدان لا يجتمعان، تقول ما أنا أعرف أن الضدان لا يجتمعان، هذا الأمر لا يمكن أن يثبت، فالإخبار عنه لا يفيد. يبقى الله عز وجل لما أخبر عن نفي الرؤية فلو كانت محالة لا يمكن لها أن تقع فهذا الخبر لا يفيد، فلولا أنها جائزة يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع أخبر الله عن نفيها، يبقى إذن هي جائزة لكي يفيد الخبر. أنا عندما أقول لك زيد لا يأتي، زيد لا يأتي، إذا كنت تعلم أن زيدا مات هذا الخبر يفيدك فائدة جديدة؟ لكن لو كان زيدا حي يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي فأخبرك أنه لا يأتي الخبر أفاد،
يبقى لكي يكون الخبر مفيدا لابد أن يتضمن فائدة جديدة، فلولا أن الرؤية جائزة لما أخبر من فيها. كده واضح؟ فأنت تأخذ، بس نظرت إلى الرؤية من جهة أخرى، نظرت إلى النفي من جهة أخرى غير التي نظر إليها المستدل. فيقول لك المعترض إيه؟ فيقول السائل المعارض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة لأنها منفية في كتاب الله تعالى بقوله: لا تدركه الأبصار، وكل شيء هذا شأنه فهو جائز. إذن الرؤية جائزة، نفس الدليل هو هو، بس أثبت إيه؟ نقيض الدعوة. الأول نظر في النفي إلى أنه إخبار عن عدم الشيء، والثاني نظر في الخبر إلى أنه إيه؟ خبر بالنفي. ولو كان إخبارا عن مستحيل لكان الخبر غير مفيد، فلا بد وأن يكون خبرا عن نفي جائز لكي يكون هذا خبر نفي، وهو لا يفيد إلا إذا كان نفيا لجائز، فلا بد أن تكون الرؤية جائزة. متصور؟ طيب أنا ممكن آتي بمثال ثاني يوضح المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. ويل ابن سمية أو ويح ابن سمية أو ويس ابن سمية تقتله الفئة الباغية. لعلك تسأل وتقول: ما شأن هذا بما نحن فيه؟ ماشي. طيب انظر، حصل تقاتل بين فئتين من المسلمين، فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية رضي الله عنه، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع هذه المقاتلة قبل أن تقع. هي حصل ما حصلت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 25 سنة تقريبا. بعد وفاة النبي بأكثر من 20 سنة وقعت هذه المقاتلة. وقال النبي: إحدى الفئتين فئة عادلة، والفئة الأخرى فئة باغية، وعلامة الفئة الباغية أنها تقتل عمار بن ياسر ابن سمية رضي الله عنها، رضي الله عن أبيه. واضح؟ ويل ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فحصل أن جند معاوية قتلوا عمارا، فاستدلت فئة علي على أنها الفئة العادلة، وأن فئة معاوية هي الفئة الباغية، بأن فئة معاوية قتلت، يبقى فئة معاوية قتلت عمارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية، إذا فئة معاوية هي الفئة الباغية. وكان سيدنا عمار خرج معها علي رضي الله عنه يقاتل معه علي. اتضح؟ يبقى هذا دليل سيدنا معاوية قلبه عليهم، تمام؟ فقال: قتله من أخرجه، قتله من إيه؟ أخرجه. من الذي أخرج عمار يقاتل مع عمار؟ ما كان يريد أن يقاتل، من الذي أخرجه ليقاتل معه؟ علي، تمام؟ يبقى علي أخرج عمار ليقاتل معه، تمام؟ والذي أخرجه هو الذي قتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية، إذن فئة معاوية، إذن فئة علي هي الفئة الباغية. كلاهما استند إلى نفس الدليل. هذا يسمى إيه؟ يسمى قلبا. بس هذا نظر، كلاهما نظر إلى قتل عمار. فئة علي نظرت إلى قتل عمار من جهة المباشرة، الذي باشر فئة معاوية، وفئة معاوية نظرت إلى قتل عمار بس من جهة التسبب، من جهة التسبب. من الذي تسبب في قتله؟ الذي أخرجه. كده واضح؟ يبقى قتل عمار دليل على الفئة الباغية. فئة علي نظرت إلى مباشرة القتل فقالت: الذي باشر
فئة معاوية فهي الباغية، وفئة معاوية نظرت إلى قتل عمار من جهة التسبب، فقال الذي تسبب في قتله علي، يبقى إذن فئة علي هي الفئة الباغية. كده واضح؟ هذا يسمى إيه؟ الدليل على أنكم الفئة الباغية قول النبي تقتل عمار الفئة الباغية. قالوا بل أنتم الفئة الباغية، ودليل ذلك قول النبي تقتل عمار الفئة الباغية. نفس الدليل، بس لابد أنك تنظر في الدليل من جهة غير الجهة التي نظر إليها المستدل. هذا وضحته في لا تدركه الأبصار، هما نظروا إلى النفي من جهة أنه إخبار عن العدم، ونحن نظرنا في الإخبار بالنفي من جهة أنه لا يفيد إلا إذا كان إخباراً عن نفي جائز. وينبغي ألا يفوتك ها هنا أن لكل واحد من المعلل والسائل ملاحظة غير التي لاحظها الآخر حال الاستدلال. كل واحد منهما ينظر في الدليل من جهة غير التي ينظر إليها الآخر، وهذا ما كنت أريد أن أوضحه في المثالين. أنا أنظر إلى النفي من جهة، وأنت تنظر إلى النفي من جهة أخرى. أنا أنظر إلى قتل عمار من جهة المباشرة، أنت تنظر إلى قتل عمار من جهة التسبب. هي دي المعلومة، أن كل من المعلل والمعارض ينظر إلى الدليل من غير جهة نظر صاحبه حال الاستدلال، لأنه لو لم يكن الأمر هذا لزم أن يكون الواحد مثبتاً للشيء ونقيضه، وهذا غير ممكن. لو نظرت إلى الدليل من نفس الجهة يستحيل أن يكون الدليل يثبت الشيء ويثبت ضده. تمام؟ لذلك بعض العلماء يقول على الدليل المقلوب شاهد زور، الدليل المقلوب شاهد زور. لماذا هو شاهد زور؟ قالوا لأنه يشهد لك وعليك، يشهد لك وعليك، مش هو أنا استدللت به على المدعى فأنت استدللت بنفس الدليل على نقيض المدعى، فهو يشهد لي مرة ويشهد علي أخرى، فهو شاهد إيه؟ زور. أنت مظلوم، لا أنت ظالم، واضح؟ أنت لك الحق، أنت عليك الحق، يعني يشهد لك ويشهد إيه؟ يغير شهادته، يغير إيه؟ شهادته. بعضهم يسميها كذا، يقول الدليل المقلوب شاهد زور، يشهد لك وعليك. طيب إن شاء الله نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.